وإلى على اليوتيوب جيوان اف ام لايف، هذه راف مايك حتى للتسعة ونص. صباح العزة للناس اللي كل زيدون، صباح الأنوار، مبروك، ربي يرحمنا بالمطر، كل ليلة تبرد نقولوا هاي باش تصب، هاي باش تصب، ولكن توا لصبت مطره كيما نحبوا نحنا، ربي يرحمنا. وديما نقولوها كل صباح، ربي يحلها في وجوه خياتنا في غزه، كيما قلت بارح نتفرجوا قصف ما وقفش معناتها ولا لحظه وقف، ربي صبرهم وربي يكون في عونهم وربي يرحم شهداهم وكهو. ربي يرحم الشهداء وربي يحفظ اهالينا في فلسطين. نرجو نحكيو كيما قلت على حصيله مسار، على كلام اللي قاله الرئيس الامريكي بايدن، لا حديث على وقف اطلاق النار قبل اطلاق سراح كل الأسرى، وهذا هو المعطى الجديد والمعطى السياسي الأهم في علاقة مسار البارح من ردود فعل ومن تصريحات. حذرة النقيب، صباح الأنوار يا نقيب. صباح الفل والياسمين، صباح الانتصار والعزة لشعبنا المظلوم المكلوم الفلسطيني، معناتها ذاك هو معناتها مازال القصف متواصل. حاجة أخرى رفيق، مثال الساعات هكا نعملوا هكا رشة صغيرة قال على الوضع متاعنا في البلاد. البارح الماء ضعيف في السباب، الماء هوش معناها قوي مش كالعادة، ما تحس ثم قاعد ينقص، ما مانيش فاهم شنية، فهمتني؟ معناتها تجي تغسل وجهك ترسلك معرض يديك، معناتها مدة من الزمن، معناها حتى الماء مقصوص برشا مش حتى ضعيف. احنا يومين ثم قصر تاع 12 ساعة، ولات البارح من 8 متاع الليل 9 حتى لتوا ما فهمش الماء، وهذا يومي في النصر مثلا. اي معناها ان شاء الله يا ربي تتحل هالأمور هذية وربي معانا ان شاء الله. امين امين، ربي يحفظنا الناس الكل. ناس البدوي، صباح الانوار، اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يحمي اخينا في فلسطين، ربي يحمي الناس الكل، ربي يعطيكم الوقت طيب يا ربي، ربي يبارك لكم الناس الكل، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على عائلتكم. صحيح رفيق، هو فما مشكلة نتاع امطار عندنا، ربي ان شاء الله يرحمنا، لكن رحمه ربي راهي كبيره، وقت اللي ربي يعطينا رحمته ما فماش حتى مشكل، ان شاء الله ربي يعطينا نقولوا احنا المطر الغيث النافع ان شاء الله اللي تعدت فتره صعيبه. مقداد راهو في اوني 20% بالنسبه للماء للعاده، معناتها عاده السدود نتاعنا مازالت 20%، ان شاء الله ربي يرحمنا من رحمته، ان شاء الله ربي يرحمنا وينزل علينا الغيث النافع في وسط ما يحدث في فلسطين. سينا حتى مشاكلنا في تونس، ومن اقوى المشاكل اليوم مشكلة الجفاف التاريخي اللي قاعدة تعيشه البلاد. نقرأ كنار في أرقام المعدل متاع الفترة هذه، في العادة احنا نكونوا في 240-250 مليون متر مكعب، اليوم احنا ما بين 7-10 مليون متر مكعب، معناها أرقام كارثية. ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع ويرحم عباده. نجمة الفن سندريلا، صباح الأنوار، صباح النور رشيد، صباح النور توتوكيب، صباح الخير على تونس، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا وين ما كانوا، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، وان شاء الله ربي يحل البيبان في وجوهكم، شرجيوا رواحكم بشويه امل بشويه تفاؤل، ان شاء الله ربي يحلها، ان شاء الله ربي يفرجها، كل ما تصير مشكله ربي بعد العسر يجي اليسر قدره ربي، وربي يحمي اخواتنا في فلسطين، ربي يرحم الشهداء ويشفي الجرحى يا ربي. أمير دولة قطر يدعو إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم. الدعوات تتواصل من الزعماء العرب، ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد، ولا شيء جديد على أرض المعركة، كل القادة العرب يكتفيوا بالدعوات والتنديدات والبيانات. محمود البارودي، صباح النور. صباح الفل رفيق، صباح الفل اللي يسمعوا فينا الناس الكل، زي ما نحمد ربي على يعطانا سي مقداد ورخيل كل خاطر، وقت اللي ترى انه فما عباد عندها 3 أسابيع لا ماء لا ضوء لا ماكله لا دواء، شهداء بالالاف، ديما نقولوا الحمد لله على ما عطانا ربي. ولكن صحيح صحيح الوضعيه صعيبه في تونس، ما نعرفش كي جاتكم فاتوره الضوء اخر مره، شحطه يا اخي شحطه، والله العظيم لنا عارفين كيفاش باش نعملوا، معناتها شحطه شحطه. ربي يكون في عونك المواطن الزوالي اللي معناتها جاته مع رونتري سكولير ومع دنيا ومع واحد، دونك الوضع صعيب الحقيقه، ان شاء الله ربي يفرجها علينا ويفرجها على التوانسه الكل. سينو فما مستمعين اوفياء، سي رضا الوسلاتي ومرته لطيفه يحبوا يتمناوا لبنتهم زينب الوسلاتي كل عام وهي حي بخير، وربي يعطيها الوقت الطيب ان شاء الله. ربي يعطيها الوقت الطيب وان شاء الله كل عام وهي حيه بخير. واحده من المستمعات البارح تفاعلت معايا على الكلام اللي قلته في علاقه باللبسه، قالت لي يا رفيق تو تغالت في الراي العام، قالت لي محمود البارودي يلبس الوسوسه صندوس، قلت لها ما تعرفش الحقيقه.
هو يسكن في اللاك دو دونك امبوسيبل تقول عليه فخير ويتكلم ولونيت ويجي برشا شقاشق ايفون ويراو القهوه واللايكوس فهمتني ويدور بالفاتح المظهر يغش المظهر معناتها برشا يا اخي كيفاش اكبر متحايلين في العالم هكا يعني تو هنينا بعد يخرج في كادك شي دينا يا رفيق محمود البارود يلبس وسط والله العباد مش مصدق قلت له قريب ينطر المرايه ولا يحكي له على 10,000 رفيق رفيق زياد رفيق زيني عنده جمعة قال لي عندك 10,000 قلت له والله الأخرة قال لي لا ما خليها هذيك الأخرة خليها عندك الجمعة ذي زيني قال لي عندك 10,000 قلت له والله هذيك قال لي هذيك هي الجمعة والله عقلتك يا عاود جبدها أي هي بيدا يخليها يدخلها حتى بالحياة صباح الخير صباح الخير صباح الخير الناس الكل يسمعوا فينا صباح الخير صباح الخير أهالينا في غزة حتى كان ما يسمعونيش لكن نحن نعملوا هكا اللي فور شوية باش ديما نحسوا بهم بالحق الفينومين الجديد طبعاً باللي صاير في غزة ولينا معاش نشكيو برشا ما فقتش عنا برشا حتى على لي باج لين نزبدوا على الخبز على الروز يا ودي حتى ولات عنا ريفليكسيو انا بطبيعتي قلت شنيه من رخر الماء تلقى واحد في الدار جاوبني يقول يحمد ربي شوف فلسطين ولا وحدك مخك يعاود يعمل بروجيكسيو على اللي صاير في فلسطين هذه حاجه معناها جديده وحاجه بالحق درس العبد الكل راهو اللي صاير التطورات كل يوم البارح فوق المية رفيق معناها تصور في الليل ترقد ترقى قوم عندك فوق المئة شهيد الصباح تتفكر أيامات الكوفيد وقوم 100 موتة 50 وكل شيء سيبا لا ميم شوز خاطر قاذك الأخرى معناها ستي اون بانديمي أما ذي بفعل فعل هذي فما ناس فالتخدم تقوم الصباح تنزل على فلسة يهبط عليك قنابل معناها يروحوا فرحانين هو يقول لك شكون طيح أكثر على أخوه شكون قتل أكثر العالم يظهر لي يمكن نحن نعيشوا فيه بالريزو سوسيو أوني دودون يمكن من الحرب العالمية الثانية ما رينيشك حتى الفيتنام ما كانتش بالدرجة هذه الحق معناها كي ترجع للتاريخ وتشوف هكا دو تون زون تون في دوكيومونتير كل شيء ضربة في ثلاثة أشهر هكا شنيعة وتشن عليها الدنيا كل شيء أما يومين تو أن فيتنام كوتيديان معناها القذف يومي ومتواصل أمام مرأة ومسمع من الجميع وصمت دولي رهيب ومريب وصمت قادة عرب أكثر ريبة لك الله يا فلسطين ولكم الله يا شعب فلسطين لن ينقذكم العرب للأسف هذه قاعدة واستنتاج خرجنا به تيلة سنوات الشهداء الحصيلة 140 مع تشمية ما بين النص ساعة تاع 6:30 التوا ارتفعوا ل 140 بينهم أطفال ونساء كما قلت جراء الغارات الكيان الصهيوني الليلة البارحة بمناطق متفرقة من قطاع غزة البارح السبيطار ذو قصف السبيطار تقريبا لأكثر من ساعة ولا ساعتين وكانت حالة من الفوضى والهستيريا خاطر ماكينات وغيره ثم صغيرات عندهم الدياليز مشاهد لم تعد تصدق مشاهد لم تعد تصدق اللي جايتنا من فلسطين وقادة العالم يتبجحون بما يقوم به الكيان الصهيوني قهرون أوفريسونس دومو هذا الإحساس اللي عند الناس الكل حتى عندي إحساس أنه العباد ترخات عيات سيبون معناه قلنا حكينا في الدنيا قلنا نجمو قولوه في الخدمة قلنا نجمو نعملوه عينا والغرب لم يتحرك ولا يحرك ساكن لأهالينا في فلسطين إن شاء الله نصر قريب عند رب العالمين 17 دقيقة مرحبا بكم من الناس الكل في حلقة جديدة رفما 24 أكتوبر 2023 حتى للتسعة ونص مكملين نعود بعد الفصل صباح الخير تونس أبدأ صباحك برشا بوزي